الاول خلينا نوصف نوبه الهلع عشان الناس اللي ما بتعرفش ان هي دي فعلا مشكله نفسيه وبيتخيل خطا هو معذور في ده ان هي ممكن تكون صحية. اي لا جمله مشاكل صحيه مش مشكله واحده. نوبه الهلع لازم يتوفر فيها مجموعه كبيره جدا 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 من اعراض اضطراب القلق. تمام. ايه هي اعراض اضطراب القلق؟ التوتر، العصبيه، الشد، النرفزه، مشاكل الجسديه، الاسهال والامساك، مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل الجهاز التنفسي، عسر الهضم، كرشه النفس، الصداع المستمر، نشفان الريق، جفاف الحلق، الرعشه، الذعر، دقات القلب الزياده، ده كل حاجه. كل حاجه. طيب لازم على الاقل عشان نشخص نوبه هلع اللي هي البانيك اتاك انها تكون جات له من هذه الاعراض سته اعراض. ولازم ما يكونش الست اعراض دول ليهم علاقه بحاجه هو خدها، يعني علاقه اصلا بمرض عنده بالظبط، ولا هو خد حاجه تانية. يعني ما يجيش واحد يقول لي ده انا خدت دراجز فحصل لي الكلام ده فدي نوبه هلع. لا لا. طيب النوبه الهلع اللي هي البانيك اتاك دي لو توفر فيها ست اعراض دي اسمها نوبه هلع. تمام. نوبه الهلع اتكررت مره في الشهر لمده 5 شهور او 10 شهور ده بقى بانيك ديس اوردر. تمام. تمام. نوبه الهلع بتيجي فجاه ملهاش مقدمات بدون سابق انذار. تمام. أسبابها إيه؟ أولا أسباب نفسية، هي تعرض الإنسان لمزيد من الضغط. الشخصية عادة بتكون زي المكون الإسفنجي، والمكون الإسفنجي بيتشحن بأي حاجة ممكن يتعرض ليها. كتر التعرض لبعض الشحنات السلبية في المعاملات الاجتماعية أو المواقف الحياتية أو المشكلات اليومية بيخلي الإنسان أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق ومن ثم الإصابة بنوبات الهلع. طيب. يعني زي ما بيقولوا كتر القسوة يولد الانفجار. الانفجار هو نوبة الهلع. تمام. ان هو بيجيله نوبه بيفقد فيها الصله بالواقع لدقائق، وخد بالك ان هي احيانا بتستمر من 15 دقيقه ل 20 دقيقه.